السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ طيبين إن شاء الله؟ ها، كيف الحلقة حق تمس؟ إن شاء الله تكون كويسة، إن شاء الله تكون نالت على إعجابكم. اليوم نبدأ إن شاء الله الحلقة رقم 2 من Ghost of Tsushima، وبإذن الله ما تكونوا مليتوا منها لأن اللعبة جدا حماسية. قبل لا نبدأ، لايك شير سبسكرايب مفيد جدا لنا. لا نطول في المقدمة وخلونا نخش على الساموراي. طيب حبايبنا، احنا وقفنا هنا، احمد لعب المرة اللي فاتت ووصل هنا، فخلونا نكمل. عندنا احنا اسهم لازم نستغلها بشكل مرة كبير، فهذا ام. اوكي، جاء صار شيء فيه؟ والله ما صار اي حاجة. طيب خلينا ناخذ اسهم وننزل لهم تحت ونحاول نجيبهم بالاسهم. هم اصلا فينهم؟ وبمجرد ما انا اقرب راح يطلعوا لي. تعال، ما يبجي المرم، انا اجيك يا واد. اطلع فوق، تعال انت يا حبيبي، يلا اسري لك. طيب تعال انت هنا، احلى شيء تستدرجهم هنا. بس نحاول احنا نميل، لان احنا هنا كيف نميل؟ هذا واحد، اوف، هنا واحد. اوكي، هذا الاحمر قويين. هذا واحد راح ودع الملاعب، هنا واحد نبغى يودع شرد، هنا واحد، وهذا ودع الملاعب. هذول كلهم يلا شباب اعذرون انا قاعد ابربر، والله ما ادري ايش قاعد اقول، بس اني متحمس من اللعبه. اسهم ما في دين، الله يا سوال، واحد شمبره جامده. طيب انا ما عندي اسهم، بس كمان اطلع لين فوق اخذ مون ونرجع المشوار. اوبا، خلاص قضى عليه الرجال. هولي اوتسو شبارري يانو ماتو ني سريتا كا توموي وا مات، هولي وا توموي نو مونو اتاري او شيرابيرو. معليش كان عندي جوال. طيب ايش هي الاحداث اللي صارت؟ مو كونو يا ديوا ناي كوري وا تومويه نو يادا تاسكا ديسكا شيكا نو تونو نو ياهازو وا واشي نو تاسكا ديسكا اومي واشي نو يابانه مو نا يوني او اوباوريتا نو ديشو كا سوري ني شيتي وا نيراي غا المعول المغول شعب همجي، ما عنده شرف، ما عنده اي مصداقيه في القتال، عشان كذا ما تقدر تتنبا بهم. خلاص لا يكتر محمد وكمل يلا. اتوقع انه راح ندخل في الشباك، في هنا شيء. اوكي، في شباك هنا. اوبا، تضغط التاتش باد يبين لك فين
فين تروح؟ هنا عند الطاولة. طب هنا يقول فين هو يبغى؟ هو يبغى في عند الباب هذا. طب في مكان؟ اوبا هذا هو. لازم نفكر بعقل. اوكي طيب يبقى نطلع برا. مون في صوت نجدة. فينك يا حبيب؟ سامي والدعم الاسكيبات للسينماتيك هذه لكن ممتع، تحسسك بانك تتفرج فيلم انمي والله. سينيتاكناهي كان حيقول اريغاتو كوزايماس لكن ما زبطت معه. نراك في الحياة الأخرى. سينسي يعني ماستر او يعني معلم او انت متذكر الحلقة اللي فاتت قال انه هو راح يسلك طريق والبنت راح تروح طريق تاني على اساس ان القوة في الجماعة، فراح يجمع ناس على اساس انه يكون محاربين. شيكاوا سينسي ستوري. اوهو اوكي حلو، يعني كل ما اقتل او كل ما اتعلم حركات جديدة بتتطور قدراتي. اوه نايس. طيب عندنا الان كوناي اللي هي رمي 2 كوناي على اعداء قريبين اللي هم السهمين. انا ما ابغاها لكن يقول لازم نعملها. اوكي عندنا القدرات الان، يعني احنا تطوير القدرات. طب فين اعرف قدراتي؟
تم تعلم الأسلوب. إذا أنت تبي ترمي الكوناي، إحنا تبي نسمح الكوناي الآن اللي هي السهمين الصغيرة. R2 مع سهم يسار وR1 وL قدام وراح الطيارة. عندنا العتاد، حصلت على سلاح جديد. نشوف السلاح الجديد، هذه هي الكوناي. عندنا الزي، اشياء عادية. اوكي، المفكرة ما نحتاجها، مجاميع برضو ما نحتاجها لسه. خلونا نكمل. طيب الان يقول لك اتفقنا احنا اللعبة يبغى لها 32 ساعة تختيم و50 ساعة كتختيم كامل مع كل المهمات الفرعية. هذه المهمات الفرعية بس خليها على قدام، نبدأ الان في القصة الاساسية احسن. ما ادري ليش حاسس ان انا كلامي كثير، سامحوني شباب. طيب الان احنا اخذنا الحصان. طيب احنا فين جهتنا، فين حنروح؟ اين سنذهب يا جماعة؟ يا مسلم، مسلم يا رجل. اتمنى يكون طريقنا كذا صحيح. هذه قرية. عمي كان دخلت الباب من البيت، من بابه ولا مو من. يلا نطلع الناحية الثانية. طب هو قال لي الان ان انا اتكلم، بس اتكلم مع مين؟ ما يقول هذا يا صديقي حبيب ابو الشباب. يعني فوقنا في واحد هنا، بس كيف نروح له؟ السلام عليكم، ما على جيتكم من تحت. طيب هذه الخريطة، معليش يا شباب. اوكي هذه الخريطة، فاحنا هنا ولا عرض في المفكرة. اوكي وديني لها. طيب المفترض الان انه يعطينا 3 كيلومتر. تعال يا حبيبي. تحدد المهام الفرعية، هذه عملناها احنا الان تيست. شوفوا الرياح اللي شايفينها الان، امشي وراها لانك بتدلك على الطريق. وكر الثعالب، هنا في عندنا ثعلب. ما عندنا اسهم للاسف، يعني لو جينا نقتل الثعلب ايش يعطينا؟ اوه اتبع الثعلب.
فين حيودينا الثعلب؟ اوكي فين بتوديني انت يا حبيبي؟ اوكي باني انزل من تحت بس في طريق من تحت. اوبا واحد صفر. عجبني اسلوب الاساسين. الله الظاهر الثعلب قال هذا واحد نوب خلي فاقول له اسري. اوكي اوكي لسه احنا قاعدين نتعلم يا شباب، قاعدين نتعلم الان على كل حاجة في الشريط. والله ما اقول لكم الا كل خير بس انه ما نعرف صراحة ايش اسوي، لكن خلونا نكمل. ايش نقول له يعني اريغاتوك؟ اوكي صار صديقي. تعال يا الله ما ادري اني سميتك. طيب الرياح على فين تقول؟ الرياح فين تقول؟ الرياح تقول هناك. يلا ليتس جو هاشي. اوبا في احد شافني؟ مين شافني؟ ايش في هنا؟ في معسكر؟ في شيء؟ أوفا والله معليش حبيبي. في بشكة هنا لكن ما نبغاكم دحين، نروح للطريق تبعنا.
انا شفت نوت يقول لك امشي مع الرياح، فانا الحين قاعد امشي مع الرياح ولا قاعد اضيع وقت في اللعب واطفشكم بالله يتحملون يا جماعة. عسكر الناجين هو قال لي تعال هنا ولا كيف؟ احنا الان قاعدين نستكشف مع بعض، فخلينا نشوف كيف الطريقة. اوكي جرافيكس خرافي لأبعد درجة. معقول يبقى نلحق كمان الطائر الذهبي؟ امتحنت انا صراحة. يلا نخلي العنوان الحلقة هذه تتبع الحيوانات، فخلينا نشوف. هنا في حاجة. اوبا اوكي. اوكي اخذنا. الان يقول لك سافر الى الساحل عند مراعي كيشي 2 كيلومتر. طيب يا شباب احنا نوقف لهنا، ما نبغى نطول في مدة الحلقات على اساس لا نمل وتملوا. 20 دقيقة 22 دقيقة حتكون جدا حلوة. هذا اللي كان عندنا اليوم، نشوفكم على خير. وبس يا شباب هذا اللي كان عندنا اليوم، اتمنى ان الحلقة تكون قد نالت على اعجابكم زي ما يقولوا، ولايك وشير وسبسكرايب مفيد جدا لنا، وباذن الله نصور حلقة ثالثة وبعدها حنشوف يا نكمل تسجيل او نوقف ونعطيكم للنهاية. 50 ساعة للتختيم جدا مملة. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.